بداية البداية للمركز الأول، حيث 3 كيلومترات تتقدم، والمركز الأول هنا يتقدم أربد، تعود ملكيتا لهادف بالحزمي بن قناص العامري، يتقدم أربد ليحتل المركز الأول، بينما المركز الثاني هناك يتقدم مولع خليفة بن علي بن بخيت المسافري. المركز الثالث وصلنا مع النامي واصل لعبد الله بن محمد بن سالم، أو الشامي لعبد الله بن محمد بن سالم بن تعيفس الشامسي يحتل المركز الثالث في هذه الانطلاقة. مشاهدينا الكرام، المركز الرابع، ننتقل إلى المركز الرابع وإلى الشارد مهنة بن سهيل بن مهنة بن نوبي المحرمي. المركز الخامس هناك تقدم في هذه اللحظات العريون وبخيت بن مبارك بن طريبيش المنصوري. المركز السادس نشوف مشاهدينا الأعزاء اللي من خلاله موفق ناصر بن محمد بن قران المنصوري في المركز السادس. المركز السابع وصل حشيم وسيف بن محمد بن ركاض العامري. المركز الثامن هذا اللي وصل الآن هملول ومبارك بن محمد بن خير الشريفي في المركز الثامن. المركز التاسع اللي تقدم الآن منبه محمد بن حليس بن حصيبان العويسي، أو زعفور لجابر بن الشعيفي بن سبت الخيالي يحتل المركز التاسع. والمركز العاشر هناك تقدم لياف لمحمد بن محمد بن عامر العمري ياسي. مجاهدين الكرام، هنا في هذه اللحظات لينتزع المركز العاشر وهو سياف. هكذا النتيجة كانت من خلال الانطلاقات ومن خلال التواصل. عودة إلى بداية الشوط، عودة إلى المركز الأول، والمركز الأول يتجول بين الأسماء والشوط الرئيس في صباح هذا اليوم، وحشيم المتقدم سيف بن محمد بن ركاض العامري في انطلاقة هذا الشوط على صدارة الشوط على المركز الأول متقدما وحافظا لحقوقه حتى هذه اللحظات، بينما المركز الثاني يلا يا موفق يتقدم موفق وناصر بن محمد بن قران المنصوري على ثاني المراكز، بينما المركز الثالث كان حضور ولا يزال في هذا المستوى، ولكن أرى وأتابع العريون وبخيت بن مبارك بن طريبيش المنصوري يتواجد على المركز الثالث. أما المركز الرابع الشامي وعبد الله بن محمد بن دعيفس الشامسي يتقدم إلى المركز الرابع مشاهدينا الكرام، بينما المركز الخامس هناك التواجد، هناك التحدي، ولكن أعود إلى البداية، أعود لبركاض لا زال يتقدم. يا سلام يا بن ركاض على صدارة الشوط، ويقدم حشيم في المركز الأول مستقيم في انطلاقة دستور. لكن العريون، الله، انطلق العريون، ويلا يا بن طريبيش يا المنصوري، سلام للوثبة، سلام لبخيت بن مبارك بن طريبيش المنصوري، ينتزع المركز الأول. الله، ها هو مشاهدينا الاعزاء، ها هو على المركز الاول يتقدم ويقدم بن يريو الى المركز الاول، وبخيت بن مبارك بن طريبيش المنصوري العريون. اذا مشاهدينا الكرام، يبعد التحدي وينتزع المركز الاول الرئيسي في صباح هذا اليوم في انطلاقه المرموم انطلاقه دستور. المركز الثاني ناصر بن محمد بن قران المنصوري. المركز الثالث سيف بن محمد بن ركاض العامري. المركز الرابع مشاهدينا الكرام كان وجود سياف حمد بن محمد بن عامر العمري. والمركز الخامس هناك ياتي مشاهدينا الكرام علي بن عبد الله بن سالم المسافري من احتل المركز الخامس. هكذا ايها الحفل الكريم النتيجه للمراكز الخمسه الاولى، حيث تقدم العريون، حيث سار مشاهدينا الكرام وحطم التوقيت تحت أقدامه، حطم التوقيت، كسر كل الأشياء وأمتع الجماهير. 4 دقائق 23 ثانية، 7 من الأجزاء من الثواني. تهانينا والناموس لك يا بن طريبيش على الفوز والانتصار. بخيت بن مبارك بن طريبيش المنصوري على هذا الانتصار، على هذا التحدي الكبير، بينما المركز الثاني
واسعد الله صباحكم يا اهل الوثبه. المركز الثاني 4:26 ثلاثة اجزاء من الثانية، تهانينا والناموس كذلك على هذا الفوز والانتصار من خلال تواجد موفق ناصر بن محمد بن قران المنصوري. أما المركز الثالث يأتي من خلال هذه الانطلاقة، يتقدم سيف بن محمد بن ركاض العامري ب4:27 وسبعة من الأجزاء من الثواني، تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. أما المركز الرابع كان سياف حمد بن محمد بن عامر العمري، وخامسا تقدم مولع خليفة بن علي بن بخيت المسافري. مشاهدينا الكرام، ها هي الخمس المراكز الأولى اللي من خلالها انتهت في مرحلة السباق.